السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الطلاب حفظكم الله جميعا، هذا اللقاء الآخر في هذا الدرس المبارك إن شاء الله تعالى، وندخل الآن في باب الرهن والضمان والكفالة. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول المصنف رحمه الله: باب الرهن والضمان والكفالة. هذه الأشياء الثلاثة، الرهن والضمان والكفالة، وثائق بالحقوق الثابتة، هذا توثيق المال، تأكيد المال، حفظ المال، هذه وثائق تحفظ مالك من الضياع حينما يأخذه الناس. أولا من الوثيقة وسيلة لحفظ المال الرهن. ما معنى الرهن؟ الرهن في اللغة الثبوت والسكون وعدم الحركة، يسمى الرهن، وفي اصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها. مثلا أنت عندك مزرعة وتريد استعارة الفلوس، حتى لا يخاف صاحب الفلوس من ضياع فلوسه حينما استعرته، تؤتيه وثيقة: هذه مزرعتي، لا تخاف، أعطني الفلوس، هذه مزرعتي، وأنا أستدين منك سنة، إذا لم تستطع أن أوفي لك الفلوس، بيع هذه المزرعة، خذ فلوسك من ثمن هذه المزرعة، إن كان في زيادة أعطني الزيادة، إن لم يكن هناك زيادة فأنا أزيدها حتى تكتمل وتستفي الديون. هذه معنى الرهن. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، هذا شرط. الأشياء المرهونة لابد أن تصح بيعها، إذن هذا شرط، الرهن لابد يصح بيعها، وهذا الرهن تبقى أمانة عند المرتهن، هي أمانة، السيارة يكون ضمان للدين، المزرعة تكون ضمان للدين، وهذه المزرعة وهذه السيارة تبقى عند صاحب المبلغ، صاحب الفلوس، وهي أمانة، إن تلف لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، تعدى في الاستعمال، فرط في الإهمال، استعمل السيارة فسد، هو الذي يضمن، الذي يفسده، كسائر الأمانات. إذن الرهن أمانة عند المرتهن، إن فسد ليس للمرتهن الغرامة إن فسد، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. مثلا يقول: يا محمد أعطني الفلوس 100 مليون، هذه سيارتي ضمانها سنة، لما وصل سنة جاء المدين، يا فلان هذه فلوسك، أو هذا فلوسك 100 مليون، فهنا صار الرهن منفك، أعطني سيارتي. لا يجوز للمرتهن يقول: لا 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 لا، لابد أستعمل، لا، استعمال الرهن ربا من قبل المرتهن. طيب، إذا حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل الوفاء، مثلا لا يستطيع يسدد ديونه سنة، لم يستطيع يرجع الفلوس 1 مليون روبية، والسيارة ضمانها، طلب صاحب الحق بيع الرهن، إذا نريد نبيع سيارتك، وجب بيعه والوفاء من ثمن السيارة، والوفاء من ثمنه.
طيب وإن زاد مثلا السيارة سعرها 200 مليون، يأخذ 100 مليون ويؤتي صاحب السيارة 100 مليون. طبعا الآن، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، مثلا الدين 100 مليون وسعر السيارة ب90، أخذ ال90، كم الباقي من الدين؟ 10 ملايين. 10 ملايين يسمى الدين مرسلة أي بلا رهن. ثم قال: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. يعني إن أتلف الرهن أحد، من أتلفه يضمن، ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. مثلا الرهن حصان، وهذا الحصان تلد، فنماؤه لصاحبه، وأما أكله ومؤنته فهذا لربه أي لصاحب الرهن. وهنا لا بد من التنبيه، قال المصنف: وليس للراهن الانتفاء به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع. يعني لا يجوز لك أيها المرتهن أن تنتفئ بالرهن إلا إذا أذن لك الشرع. ما هو المأذون في الشرع؟ الظهر يركب بنفقته، ليس السيارة، ليس الدبابة. نعم يجوز السيارة الدبابة، لكن بشرط أنك تستأجر منه. وأما إذا أن تستعمل السيارة المرتهن سيارة الراهن فهذا لا يجوز، هذا الربا. الحصان مثلا والجمل يركب، لكن حينما تركب أنت الذي تؤتيه الأكل وتشربه وتؤكله، لكن إذا لم تركب وإنما يبقى في البيت فالذي يؤتيه الأكل والشرب صاحبه. ولبن الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا، مثلا الغنم فيه لبن، أنت المرتهن تشرب اللبن، لابد أنت تنفقه حينما تشرب اللبن. إن لم تشرب أنت أيها المرتهن اللبن فالذي ينفقه صاحب الشاه، صاحب الغنم. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذن هذا هو ما يتعلق بالرهن. إذن الرهن لا ينتفع به المرتهن، أما صاحبه فلا بأس ينتفئ بالرهن، صاحب الرهن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغلق الرهن عن صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. صاحب الرهن هو له هذه السلعة، لكن حينما يريد ينتفئ به لابد يستأذن من المرتهن. وأما المرتهن صاحب الفلوس لا يجوز له الانتفاء إلا بإذن الشارع. الظهر يركب ولبن الدر يشرب، ولكن الذي يركب ويشرب هو الذي ينفقه ذلك الوقت. طيب، وبهذا انتهينا ما يتعلق بالرهن. والله تعالى على وعلم، صلى الله على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.